السلام عليكم متتبعي قناة حسام الأمل المتنوعة، كديرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير والأحوال طيبة ودائما نلقاكم بأفضل الأحوال. بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله غادي نخدمو ساحرة الألوان بالعقيق، يعني لأول مرة مع أم حسام. مازال حتى ساحرة الألوان الأخرى اللي بسبع ألوان حتى هي غنديرها معكم إن شاء الله بالعقيق، وغادا تكون أول مرة عندي في القناة، انتظروني إن شاء الله. المهم هنا كيف قلت لكم راني طراسيت هادي كيف ما كتشوفوا، ها هي هذه اللي غنخدم معكم، الموديل اللي كنخرج ديال الراندوم رباط وكانوا داروها في مرمه الجوهر، واليوم ان شاء الله غادي نخدموها راندا بالعقيق. غادي نحتاجو في الكروكي ديالها 14 عقيقه، انا خصني نحطها دابا باش نقل عليه، نخليه قدامي هنايا. المهم غادي نحتاجو 14 عقيقه، وغادي نحتاجو ربعه الالوان 3 لي كولور اللي كاينين في الزواق والارض. انا خديت الموف في لون الارض، وكنت غنخدمها بالبيض صراحه، ها هو خيط العقيق الابيض، ولكن كنت ضيجه باديه فاش مشيت لقيت هذا البيض، كنت ضيجه باديه في الموف ما بغيتش نحل. مازال ان شاء الله غندير بيه موديلات اخرين. المهم باش ما نطولش بزاف غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للناس الاول مره كيشوفوا القناه ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبالنسبه للمتتبعين ديالي او الاول كيشوفوا اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو باش يوصل واحد العدد منها يستافدوا ومنها استفاده ليا حتى انا باش يكونوا عندي زوار جدد في القناه. المهم غادي نبداو. قلت لكم انا غنحتاج الحمايمر اللي بحال الكرونه تقريبا، وغنحتاج لهذا الخضر، هذا خضر صراحه زوين، وغندير معاه لو جون، يعني غندير صفيفر هكا ثلاثه الوينات غيجيو زوينين مع بعضياتهم. الكحل غيجي شويه طاغي على الاحمر، ما بغاش ندير الكحل. المهم غندير هاد ثلاثه الالوان. غادي نبداو على بركه الله. غنبداو بتير هذاك الخضيضر، هذاك هو الاول، غنجي غندير 6 في الخضر. انا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دائما في الراندا بالعقيق كنخدموا 13 عقيقه وكنقطعوا. هذيك غرزه الزياده اللي عندنا هنا وغرزه الزياده اللي عندنا هنا هي اللي كتزيد لينا العدد 14. انا من العدد 14 غادي نبدا الزواقه ديالي، يعني من الفي غنبدا الزواقه ديالي. غندير 1 2 3 قرب لكم الصوره شويه يمكن 4 يعني انا 6 ديال الغرز، 6 ديال العقيقات عفوا ماشي غرز، اما الغرز راه عندنا 12، 6 ديال عقيقات في الخضيضر. دابا غندير ما تبقى في الموف، دائما الخيط على جوج، البر النمرة اللي تدخل لينا في العقيق. مثلا هذا الموف هذا كتدخل فيه النمرة ماشي تسعود كنظن، وقيلا يمكن تسعود، ولكن الاخرين العين ديالهم صغيرة، يعني اضطريت انني نخدم بالنمرة 11 هي اللي خدامة بها حاليا برقيقة، والخيط على جوج هو اللي غادي يدخل لينا فيها. دابا فاش وصلت لهنا نجي نطلع هنا نقادد بحال هكا ونرجع. انا غادي نرجع باش ما نطورش في الفيديو لانه كيحتاج وقت في الرجوع حتى هو، ونرجع معكم. دابا غادي نرجع الصف الثاني، غادا ندير 5 ديال العقيقات، وقبل ما نديرهم كنضرب في هاد الخيط هنا اللي فوق من هاد العقيقه الاولى، ها هو حنايا باش درت هاد الغرزه هادي باش نعاودو نديرو كيف ما بدينا في الاول.
نجي ندير غير خمسة ديال العقيقات في الخضر والاخرين موف. أربعة ها خمسة دابا أنا باش ميجي باش ندير غير جزء واحد باش ما نطورش في الفيديو بزاف باش ما يجيش كبير وما نديرش جزء ثاني. غدا نخدم هاد الصف ديال هذا ونرجع وغنخدم بحالو عاوتاني بحال هاد الاول ستة نمشي ونرجع عاد فاش غنرجع معكم ملي غنديروا لون اخر في الخدمه. انا كيف ما كتشوفوا خدمت هاد الخضيضر ثلاثه ديال الصفوفه بحال هكا. دابا غنجي عاوتاني في الخضر غدا نخدم ثلاثه لا عفوا جوج ماشي ثلاثه جوج واحد واحد جوج بحال هكا جوج. دابا غنجي ناخذ صفر نخدم ندير بيه نشوف واش غندير لك حلو ولا صفر. صراحه ما عرفتش المهم ندير غير صفر احسن ندير صفر. غادي ندير ستة نفس اللي درنا هنا ندير هذا يجي زوين مع الخضيطر. غادي ندير ستة ديال العقيقات صفرين وما تبقى موف يعني لون الارض طبعا. خمسة ستة ندير هادو موف. المهم كيف ما درنا هنا في هاد الصف الاول غنبقاو غادي نعاوتاني في حركة. غنجي هنا غندير ثلاثة في ثلاثة في الخضيضر في الصف الثاني ثلاثة في الخضر خمسة في الصفر كلشي موف. الصف الثالث جوج في الخضيضر وستة في الصفر والاخرين موف. عاد فاش غنرجع معاكم باش نبداو في اللون الاحمر يعني فاش غادا نبدا نخدم داك المربع وغادا نرجع معاكم يعني غنمشي بنفس الطريقه كيف ما مشيت في الاول ونرجع معاكم باش يكون الفيديو قصير وميم طون فيه شرح يعني مفهوم. دابا فاش خدمت الخضيضر كيف ما شفنا هو الشكل تقريبا بدا تيبان. غادي ندير ثلاثة في الخضر وجوج في الصفر وغادا ندير في الاحمر. دابا وصلنا يعني تقريبا الشكل ديال هذا وصلنا النص ديال الشكل اللي بغينا. ها هو كتشوفوا ثلاثة. نجي هنا في الصفيفر غندير جوج واحد ها جوج دابا غادي ندير في الاحمر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود يعني تقريبا كل شيء واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود فوالا يعني هو هذاك الحسب اللي أنايا خدمت به هو اللي كاين يعني صحيح 14 عقيقة اللي في الغرز 28 غرزة حيتاش دائما كل عقيقة كنقزو فيها خيط ولكن نقزو فيها غرزة.
ان شاء الله مازال نخدمها معكم براندة بشكل اخر، نخدمها معكم براندة شبيكة ان شاء الله باذن الله بهاد الرشمه هذه، وحتى بساحرة الالوان الاخرى. بحال هكا كمل الخيط، نخشيه هنا بحال هكا. دابا ندير خيط جديد، وغادا ندير جوج في الخضر، ثلاثة في الصفر، وثمانية ثمانية في الأحمر. بالنسبة للخضيضر مازال لينا هاد الطلعة هادي، واحد طلعة شوية، يعني دابا غندير جوج في الخضر، ثلاثة في الصفر، وثمانية في الأحمر، ونرجع معاكم. دابا إلا لاحظتو هاي بدا داك المربع هنا، وهنا هنايا درت ثلاثة خضري، هنا الخضر ساليت معاه مبقيت غنزيد والو، هنايا جوج في الصفر مازال غنزيد واحد شوية الفوق، هنا درت ربعة في الأحمر وغندير ربعة في الموف. يعني دابا غدا نبدا نحل في الوسط باش ندير داك المربع اللي فيه دوك القنيتات، غندير وحده في الموف وغندير ربعه في الاحمر. كيف ما درت هنا ربعه غندير هنا عاوتاني ربعه، مني غدا نرجع المهم نكمل معاكم بعدا هاد الربعه اللي في الاحمر من بعد باش نوريكم. هيا أربعة في الأحمر. دابا غنرجع نضرب هنا ونعاود نرجع في الخيط بحال هكا، مني غنرجع غادا ندير جوج في الموف، ثلاثة في الصفر، وكنظن وربعة في الأحمر عاوتاني، وجوج في الموف، وربعة في الأحمر. ندير معكم غير النص الأول في الأحمر باش نكمل أنا النص الثاني باش نبين لكم الشكل اللي هو كامل. أساس نوريكم الطريقة كيفاش نقصو باش نديرو داك الجوزة في الداخل. دابا أنا رجعت هنايا الخضر مبقيناش غنخدمو بيه، دابا هاهو مبقيتش غنخدم بيه، نخشي هاد الخيط هنا في التوب، هاهو محتاج تشنتف باش تبقى ديما الخدمة عندكم نقية، متخلوش الخيط يتشنتف ليكم. غنرجع كيف ما قلت لكم غندير جوج في الموف وثلاثه في الصفر واربعه في الاحمر، وجوج في الموف واربعه في الاحمر، وغنرجع معكم. دابا كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيبان لكم الشكل. هنا خدمت باش نبين لكم باش ما نطولش عليكم بزاف. كيف ما هنا انا هنا زدت واحد الخط في هذا الاخر في هذا الزرق هذا، ونفسه غنزيدو في الزرق لانني نسيت خصني من هنا نحبس الزرق نحبس الخضر من هذا الصف هذا من وراها نحبس الخضر. المهم مع العموم جاز وما جاش باينه، حيت خصني يكون نفس العدد اللي هنا نفس العدد اللي هنا، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة بهادي خصو يكون عاوتاني هنا. المهم غادي نكمل معاكم. مني درت هنا الصف الاول كيف ما قلنا فيه تسعود، هذا الصف فيه 8، من هنا جينا درنا أربعة يعني خلينا محدوده حد هنا، درت معاكم أربعة درنا وحدة موف ربعة، عاود رجعنا درنا جوج موف، ثلاثة صفرين ثلاثة حمرين، ثلاثة وجوج موف وثلاثة حمرين،
عاود رجعنا درنا 3 موف، جوج صفرين، 3 حمرين، 3 موف، 3 حمرين. رجعت درت الصف الاخر فيه 3 موف، جوج صفرين، غندير جوج حمرين، وغندير 5 موف، وغندير جوج حمرين. مني غندير هذا غنوصل النص هنا، هو هذا اللي غنخدم معكم دابا، هذا النص اللي غدا نخدم. من بعد غدا نحبس باش نكمل معكم الشكل كامل، يعني غنحبس باش نبين لكم غنخدم حتى نكمل النص الثاني اللي هو نفس الطريقه، ما كاينش فرق. داكشي اللي خدمنا هنا غنخدموه في الفوق، نجيو هنا غيولوا عندنا 5 في الموف في الوسط ديال الجوزه، ندير 5 دابا هما جوج، ثلاثة، دابا ندير جوج في الحمر. بالنسبة للناس اللي كيعرفوا العقيق راه غاديين يشوفوا غير الشكل ديالها وغتجي مسهلة انهم ينقلوه، لكن ضروري من الشرح. هذا هو النصف ديال الخدمة ديال، ماشي كلها صراحة، غير هاد الحمر، هذا هو النص ديالو. دابا غنعاود نخدم انايا النص الثاني ونرجع معكم باش يكون الشكل النهائي، وكتبقى كتكملوا يعني كديروا بحال كيف ما فرنده، يعني كديروا فراغ وكتعاودوا ثاني ديروا نفس الشكل. انا غنخدم النص الفوقاني ان شاء الله ونعاود نرجع معكم. هنا من ناحيه الصفر نفس الطريقه كيف ما طلعت هنا، 1 2 3 4 5 6، يعني هنا 1 2 3 4، باقي لي 5 وباقي لي 6، يعني هنايا في يعني الصف الثاني، اولا ممكن نحبس هنا، يعني غير غندير جوج موف 3 صفرين وغادا نحبس الصفر، ما غنبقاش نديرو، يعني غنطلع غير بالحمر والموف بوحديتو. غندير عاوتاني هنا، غندير عاوتاني جوج في الحمر، 4 في الموف، جوج في الحمر، من فوق منها غندير 3 في الحمر، يعني غيكون عندي 1 2 3 4 5، 5 موف 3 حمر، 3 موف 3 حمر. هنا غيولوا عندي 5 موف 3 حمر، جوج موف 3 حمر، وغاديه حتى نكمل المربع ديالي. انا غادا نكملو باش نبين لكم الشكل ونرجع معكم. واخيرا بعد ما كملتها جات نفسها، وصراحه انا فخوره بالمجهود اللي درت، صدقا صدقا فخوره. نتمنى من الله تنال اعجابكم، ما تبخلوش لي بالتعاليق ديالكم ولي جيم، الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاهل والاصدقاء باش تعملوا فائده. وهذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو ان شاء الله. صراحه ما عرفتش واش نورا هذا او لا، يعني غندير شي موديل، غندير صراحه ديال التنبات، وعاد فاش غادي نشارك معكم لالتي الزينه ساحرة الالوان الاخرى اللي كانوا طلبوا مني الاخوات. واخيرا صافي يعني تبصمات الفكره وتحط الموديل، وان شاء الله غدا نخدمه معكم قريبا باذن الله. انتظروني في فيديو قادم، وشكرا على المتابعه.